والميزان الذي يكون في الآخرة معتقد أهل السنة والجماعة أن له كفتين وأنه ميزان حقيقي، بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الميزان هو العدل، فيقولون في النصوص الواردة في شأن الميزان يقولون إنه هو العدل وينفون وجود الميزان البتة. ولكن معتقد أهل السنة والجماعة هو كما سلف، والإيمان بالميزان من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر.